عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا معكم لاكيش بلي زيبينار. كيف كتشوفوا، اول حاجه غادي نحتاجوا ليها هي البصله. هنايا عندي جوج بصلات كبارين مشلضين، انا غادي نحطهم هنايا فوق البوطه، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الزيت وكذلك شويه ديال الزبده. كيف كتشوفوا، شويه ديال زيت الزيتون وكذلك شويه ديال الزبده. صافي غادي نخليهم حتى يتشحروا، حتى يطيحوا مع بعضياتهم، وكذلك غادي نزيد شويه ديال الملحه وكذلك شويه ديال البزار. عندي كذلك شويه ديال الملحه، وما نكتروش البنات الملحه على حساب لي زيبينار كيكونوا عندنا مالحين. دابا غادي ندوزو المقادير الاخرين اللي باقيين عندنا. عندنا لاباط بغيزي اولا العجين مرمل، انا هنايا غير شريته جاهز ما عجنتوش. غادي نحط لكم اليان ديالو، راه ديجا كاين في القناه. اول حاجه غادي نحتاجو واحد جوزه، كذلك عندي لاباط بغيزي انا هنا خديتها جاهزه. غادي نحط لكم اليان ديالها في صندوق الوصف. عندي كذلك لي زيبينار اولا سبانخ، عندي بزار راه سبق لي ودرتو، عندي ثلاثه البيضات، عندي لا كريم فريش اولا قشده طريه، عندي هنايا جوج بواطات ديال 200 غرام، دونك عندي 400 غرام، عندي فخوماج غابي، وكذلك عندي شويه ديال الحليب اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. كيف ما كتشوفوا البنات، ها هي البصله ديالتنا بدات كطيح. بما طاحت مزيان غادي نحطو فوقها لي زيبينار. دابا كيف قلت لكم البنات غادي نحطو فوقو لي زيبينار، يعني القدر اولا القياس اللي بغيتو نتوما. واخا تشوفوها هكا يعني راه كتولي غير شويه، واخا تبان لكم كثيره راه كتولي غير شويه. ودابا البنات بما طابت لينا لي زيبينار غادي ندوزو لاباراي كيش. كيف قلت لكم اللي غادي نحتاجو فيها البيض ولا كريم فريش والفرماج كذلك مليحه وبزيره. اول حاجه غادي نبداو بها هي البيض. من تبغيو البنات تقطعوا لي زيبينار ضروري ما ديروا لي غون في يديكم، حيت كيف كتشوفوا عدوستي راه تلقوا لي هذوك الخضريات في اليدين ديالها، دونك ضروري ما ديروا لي غون. ولا الا كنتم ما تيهمكمش يعني عادي خليوه عادي، ماشي مشكله، راه يتحيد مع جافيل وداكشي. بعد البنات دنا كاس ديال الحليب، كذلك غادي نزيدو لا كريم فريش، غادي نزيد البواطه الثانيه ديال لا كريم فريش، صافي. من بعد البنات غادي نخلطو كلشي. هاد لا كريم فريش لقيتها جامده، نورمالمون كتكون ليكيد، دونك معليش. غادي ناخدو شويه ديال الابزار وكذلك شويه ديال الملحه، وعندنا كذلك
فرماج حمر او لا فرماج غافي. ودابا البنات غادي نبدل هذا البول هذا حيت صغير، دونك غادي نديرو في واحد كبير حيت مازال غادي نزيد عليهم لي زيبينار. دابا غادي نزيد شويه ديال الابزار وكذلك شويه ديال الملحه. وندير بحساب لي زيبينار كيكونوا مالحين يعني ما نكثرش الملحه. وكذلك البنات غادي نزيد شويه ديال الكوزه صافي. من بعد غادي نحرك كلشي. صافي غادي نتسنى حتى طيب لينا لي زيبينار وغادي نزيدها على الخليط. كما كتشوفوا البنات ها هي لي زيبينار ديالنا طاحت. وكيف قلت لكم راه كتبقى غير واحد شويه، انا راه الكميه اللي وريتكم وزدت عليها مازال واحد شويه وكيبقى لينا غير هاد شويه هذا. دابا البنات غادي نخلي لي زيبينار ديالنا حتى تبرد عاد غادي نضيفها على الاباغاياكيش ديالنا. ودابا غادي ندوزو لاباط بغيزي. كيف ما كتشوفوا عفوا لاباط ها هي طلقناها. دابا كنقادها على المول اللي غادي ندخلو للفران. دونك كيف كتشوفوا كنطلقوها رقيقه يعني هذا هو السمك ديالها يعني ماشي رقيقه ماشي غليظه عاوتاني. ودابا البنات غادي ناخذوا لي زيبينار غادي نزيدوها على الخليط ديالنا او الاباغاي ديالنا صافي. من بعد غادي نحركوها مزيان حتى يتجانسوا لينا المقادير مع بعضياتهم وغادي نحطوها فوق من لاباط بغيزي. سديتي كتشوفوا البنات ها هما تجانسوا لينا مع بعضياتهم. دابا غادي ناخذ لاباط ديالنا صافي. دابا غادي نحطو لاباغاي ديالنا اولا لافارس ديالنا. صافي في هاد الاثناء راه حنا كنسخنو الفران باش غادي ندخلو عليه. دونك غادي نديرو واحد الطبقه اللي هي معقوله باش كيجينا الكيش ديالنا عامر وزوين. كيف كتشوفوا هنايا راه صيبت وحده كبيره وحده صغيره. دابا غادي ندير فوقهم الفرماج احمر البنات. ومن بعد غادي ندخلهم يطيبوا يعني يطيبوا لنا من التحت عاد من الفوق. وهذا البنات هو الكيش ديالنا من بعد ما طاب وتحمر لينا من الفوق كيجينا على هذا الشكل هذا. صراحه كيجي بنين بنين وما تشبعوش منه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم. وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وكذلك العائله ديالكم. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه وكنتمنى انكم تجربوا حيت فريمون بنين بنين ديال بصح. نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. مع السلامه.